زهور، أهلا بك وأهلا بكل مشاهدينا الأكارم في أولى مواعيدنا الثقافية لنهار اليوم. البداية، نظم المكتب الإعلامي الخاص بالفنان كادير جابوني ندوة صحفية بفندق الواحات بحسين داي للحديث عن تفاصيل الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان حكاية. الفنان كادير قاسم فرحة ألبومه الجديد مع العائلة الفنية التي أبت هي الأخرى إلا أن تكون حاضرة وتعبر عن سعادتها بهذا المولود الجديد. طارق مغنم وأمل رحال. الحمد لله، اليوم خرج الأطروا معي وراني فرحان بالاستحسان اللي قمت به الناس قبلوا هذا الألبوم. الحمد لله يا ربي، التأخير مش من عندنا احنا، يلا غالب كانت عندنا ارتباطات هكذا وكان عندنا مواعيد لازم نعدوها ولازم هكذا، وكنا نوفقوا بربي، وفقنا ربي بين المواعيد اللي عندنا والالبوم. المهم الالبوم راه في السوق اليوم ورانا فرحانين بزاف. جيت الالبوم حكايه، والالبوم صح حكايه، وكادر من الناس على اللي عجبني انا قاد الخدمه تاعو باس بروفيسيونيل، ما يطلقش اي حاجه، يعني يعالج بيان المواضيع ويعالج بيان الكلمات، خاصه الكلمات. حاجه شرفتني وشرف كبير كي نسمع كادر اللي شرف ماشي غير هنا في البلاد، من في الجاليه لها في انترناسيونال اللي قايم بها، وعنده كيما نقولوا مواضيع حساسه اللي انا كيما نقول عجبني بزاف بزاف الالبوم ديالو. قولوا بالبركه عليه، البوم شباب، وان شاء الله نتمنوا كاع الفنانين يسيروا في هذا الطريق، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله، ومن القلب للقلب.